لا ما حكيتش. اهلا تفضلوا. يا هلا اهلا وسهلا فيكم ضيوفنا، انتم بتعزوا علينا بزحله. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بهيدا البث المباشر من زحله. معنا الست امال سلامه، 56 سنه عزات الوقفه، وعمر العربي اكبر من عمر وقفتي قدامها. ونحن من زحله بنذكر مشاهدينا الكرام، خبرينا عن تاريخ العربي اللي عم تبيعي فيها 500 فستقيه. هيدي يلا تفضل. هاي النوقة، هيدي المنوسلو، هاي الملبن على قمر الدين، هاي ملبن على الورد، هاي السمسمية، هاي الفستقية، هاي جوز الهند، وهاي العربية من هون كمان. خير الله خلينا نشوفهم كمان. هاي مصلحتنا، ما فينا نوقفها. هاي البندو، هاي اللوز، هاي الفستق الحلبي، هاي الكاجو، هاي الجوز. طيب شو بدكم؟ أهلا وسهلا. ست أمال قد إيه عمرك؟ عمري 80 سنة. 80 سنة، وإلك 56 سنة واقفة قدام هالعربية. 56 سنة هون على هالعربية واقفة. قد ايه عمرها هالعربية؟ هاي العربية عمرها مئات السنين. مئات السنين. عمرها هاي تاريخها، هاي تاريخ. تاريخ شو؟ هاي تاريخ، مش حنقول لك تاريخ لبنان. هاي أعتق من لبنان. أعتق من لبنان، لأنه لبنان ما إلوش تاريخ، وهي ما إلوش تاريخ. بالعربي عم نحكيها بالعربي. المصلحة بلشت يعني مع زوجك وأهل زوجك أو كيف؟ لا، المصلحة استلمها جوزي من وراء أهله، وجوازة أنا كان هو المصلحة بإيده، استلمت أنا. نعم. الله نجينا من كلمة أنا، الله أكبر من الكل. حطيت إيدي بالمصلحة معه. يوم من الأيام الله أخذ ودعته، وضليت المصلحة، كبرت أولادي وعلمتهم وعيشتهم بالمصلحة، ولا علمت الصبر. أنا هلا ما شوي يشيل وحط، أنا بقف ببيع. مثل ما كنت شيل بالاول ميات الكليات واحمل كيس السكر، هلا ما عاش فيا، هلا صار ابني مطرحه، علمته عنده عائله كمان. هاي يعني المصلحه تتوارثوا، هاي المصلحه من جيل لجيل. نحن اولاد السلافه كلها ببيروت عندهم حلويات. نعم. كل سوبر ماركت ببيروت لحق الله بالسلامه. نعم. مش بس نحن بزحله. طيب ست امال، بيتك حد العربي اللي ورا، وخبرتينا انه كمان بتصنع السمسميه والفستقيه ببيتك هون، يعني كل شيء عم بيكون بهيدا المكان اللي واقفين فيه. بهالمكان، هاي البيت اوضه من اجر، ما عنديش ملك لله، ما عنديش ملك. من زمان اجر. هاي ملك من وقت ما هو استلم من وراء اهله هون، استاجر هون، وبعدني انا مستاجر. ما حدا له غير الله هون. طيب والسمسميه كيف بتعمليها؟ هذا سر المهنه، السمسميه. ليه طيبة عندك؟ طيبة ليه طيبة بتطلع عندك غير المحلات والله التانية؟ والله طيبة، يمكن مثل اللي عم ياكلوها طيبة. ليك هي سر المهنة. ايه ما بتعلمكش دي، ما بتعلمكش. أعوذ بالله. مش عم نقول المقادير تبعها، بس بنلاحظ دايما في إقبال من الناس، الناس بيجوا لياخذوا سمسمية من عندك. مظبوط، اللي بيجي على الدور داوني ما بياكل سمسمية، ما اجاش على الدور داوني. ليه طيب؟ هاي صارت تراث هون. تراث لا ما في الا نحن على البردونه، لانه نحن تراثنا اكثر من 200 سنه على البردونه. نعم. كانت البردونه ببعضها طريقه تراب. نعم. وهلا كل شيء تطور. طيب لاي ساعه ومن اي ساعه بتوقف قدام العربي؟ هلا بالصيفيه للساعه 2، بصير في سهر نقف للساعه 2 بالليل. 2 بالليل بتضلي. الله يعطيك الصحه، بتقدري تبقي واقفه؟ بقف 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 بعد الله اعطيني عقلاتي بقف. صحيا لا، بس العقلات منيح. لا والصحة الكاملة اللي بنتمناها لك دايما. طيب هالوقفة صارت عادي عندك يعني؟ عادي، هاي بسويس، هاي بالدم، ما هي المصلحة بتصفي بالدم بالروح. مثل ما الولي بيخلق وبتعلق بدم امه، والمصلحة بتتعلق فيها انت اكثر من اولادك بتصفي. طيب. انه رزقتك منه. نشوف السمسميه انتو عم بتقطعيها قدامنا وندوقها قدام المشاهدين لنشوف كيف طعمتها. يلا اهلا وسهلا. بتعرفي 56 سنه ست امال، بتعرفي شو مرق بهالبلد بهال 56 سنه؟ يا ما من الويلين، يا ما من الويلين. ايه لا، هاي المصلحه كل شيء نحن طيبين بدنا نحافظ عليها. واهلا وسهلا فيكم. هلا بندوق مشاهدينا يعني تفضل. شكرا. دوق مشاهدينا، رح ندوق شوي من بين او من هيدي السمسميه اللي عم تعملهم ست امال، وزميلي محمد الشيخ كمان رح يدوق الطعمه تبعها. اللي بيجوا من برات بدك تطلع معهم الصوره.
طالع لك اللي بيجوا من البقاع ست امال، من برات البقاع عفوا، كيف بيعرفوا انه انت عندك عربي؟ هل اهالي زحله بيخبروا عنك كمان؟ شو بدي بخبروا عني، المعودين علي. بدك تجي انت جيت اليوم بدك تقول لربعك لاصحابك بدك تجي على البرداني بناكل من هون. ناكل من برا لا، هون نحن معودين نجي، صيف شتي بنجي بناكل من هون. يعني حتى بالشتي بتبقي موجوده هون؟ هاي العربيه بالشتي هون بالبيت. يعني صيف شتي؟ صيف شتي عندي بضاعة. عندي اجار وعندي كهرباء وعندي عائله وعندي ادوي وعندي مصاريف. وين بدك تقاومي كل هيدي الازمه الاقتصاديه وكل المصاريف؟ يا محلى اللي بدبروا ربك. ليه مكتوب ما منه مهروب ورزقتك بكتكله. رزقتك بكتكله. غير رزقتك ما بتكوش. صراحه يمكن اطيب سمسميه اكلها بحياتي يمكن هاي عن جد، وحتى زميلي عم بيقول لي هيك. قبل ما نحكي على الميزان، هاي الازمه كيف تعاملتي معها؟ الأزمة الاقتصادية لما هبط الليرة اللبنانية أمام الدولار. قول الله مش رح نركع، مش رح نركع. طيب خلينا نقول للناس كيف الأسعار. أسعار هلا الأسعار نحن عم نشتري على الدولار وعم نبيع على الدولار، وكل العالم كل العالم عارف الغلا. كيلو فزق الحلب بحقه 35 دولار وأنا ببيعه هلا من العربية ب 35 دولار كيلو فزق الحلبة، وهدوكن ب 30 دولار، وهو ب 25 دولار الكيلو، وهو ب 10 دولار، هو ب 10 دولار الكيلو. وانا عم بشتري على الدولار والدولار ابر اصحابه. الناس عم تستغل السعر او لا عم تعتبره طبيعي؟ كل العالم عايشه بالغلط، ما دام كل خمس صرف حقهم 50,000. شو بدك شو بدك تقول بعد فيك رخيص؟ بعد فيك تاكل شيء؟ اذا انت عندك عائله بدك تروح مرتك على الفرن تجيب ربطة خبز ست ركبة بيقدوها كل النهار؟ بدوكم ترويقة وغدا وعشا ست رقفة لك ما جات حقهم 50,000، بدكم ثلاث ربطات ب 150,000، يعني دولارين كل يوم بدكم خبز. ما كل العالم عايشة فيها الأزمة. ست أمال بدنا نحكي عن الميزان اللي قلتي لنا إنه قديم جدا، هلا يمكن دهنتوه مؤخرا بس هو قديم. كنت عم تقولي لي قبل ما نبدأ البث المباشر إنه لو عرضوا ملايين ما بتبيعيه. لا ما ببيعه. ليه طيب؟ هي دورتي مع العربية هي. هذا تراث ما ببيعه. نعرض الميزان؟ لا 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 ما ببيعه هي. انا ما ببيعه ما ببيعه ما ببيعه، ولو بكنوز الدنيا ما ببيعه، ولو بدي موت وقعد بلا اكل ما ببيعه. خلينا نشوف كيف بيشتغل الميزان. يلا. هي الميزان هيك بيشتغل. كيف ما بدك بيشتغل. هي قد ايه؟ هاي 200 جرام. 200 وقية. وقية. هاي وقية. ايه بيحمل قديش بدك بيحمل. معي 5 كيلو عم بيحمل. هاي قد ايه عمرها هي؟ هاي من عمر الميزان. عمر الميزان. هاي من عمر الميزان. اللي استلمتيه من زوجك. ايوه انا. واللي زوجك استلمه من اهله. استلمه من اهله مع ابني على الويدا. يعني عمره 100 سنة هالميزان؟ ايه ما اكتر شو 100 سنة، اكتر شو 100 سنة. واللي استلمه من اهله مع ابني جوا على الويدا. بس ابني غيروا صحونه. صحونها وغيروا. غير بس لا عملهم لون على لون العربية هاي. استني ايه اللي قلنا لك اياه. طيب ولما تفوت تنامي العربي وين بتحطيها؟ فوت لحد بنام فوق راسي بنيمه. فوق راسك بتحافظ عليها يعني؟ مالهم بدي حافظ عليها معيشتي من وراها. فوت الجو منام شو بدي اعمل؟ امال اصعب مرحله إيه؟ مرقتي فيها بتاريخ لبنان اي مرحله؟ ليك كل مراحل لبنان مرقنا فين بيسوش بمره. وهالسنة أنيك شي طلعت. ست أمال ست أمال رح نقول أسوأ سنة. ليه أسوأ سنة؟ خليها على الزحلوية. أسوأ أسوأ. واللي خطاني برود وما امتحني وأخذوا نهار طافوا لطوني برود امتحني هنا هالعربية دير بالك بالصيف. أسوأ صيفية. ليه أسوأ صيفية؟ ليه أسوأ صيفية أو أسوأ سنة هالسنة؟ أسوأ سنة هلا الغلاعين بس الله يهدي البيل لأنه ما فيش تهديد بيل. حرب الأهلية خرب بيتي 4 مرات وتشرت مثل الفلسطينية ومثل السوريين. ورجع الله عيننا وعملنا بيت ورجع خرب تاني مرة. كحكشنا كل هالعمر وما حصلنا إلا عهي. خلي يطلع على المزود. عهي. ما حصلنا احتراما للمشاهدين ما فينا ما شيء ما شيء نحن الزحيل اللي حكيتنا هاي
ما حدا بيعتب علينا بشيء، خصة ثاني أنا، مش أول واحد بتعمل مع الأبدي أنت. ياما تلفزيونات العالم كلها من الأبدي معه. ست أمال بدنا نقول لك يعطيك العمر والصحة. الله يطول عمرك. ورح نضل نتابع معك هالموضوع، رح نضل نزورك. وبدنا كلمة للناس ليزوروا زحلة ويمرقوا لعندك. زحلة. مطرح زحلة بالكونفة. بكرامة. بضيافتها. بأكلة. بشعبة. بوابة مفتحة للغريب وللقريب. عنا البرداوني أكبر مصيف بالعالم. هاي زحلة من بلاد العالم كلها بتجي تقصدها للبرداوني لهون. بقضي كرامة وأهليته. مش عم شد بحالنا نحن، كل العالم في خير وبركة. الكرم يصل للبقاع، للزحلة وبس. لا بيروت ولا كسروان ولا كل المناطق دايك. رح يزعلوا منك. يزعلوا لك 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 لك. الطحن اللي جايبينه يقطعوها. هون الكرم بالبقاع والاكل والشرب والخيرات. قديش اجى؟ قديش صار في عنا صعوبات؟ ولا ركعنا ومش رح نركع. ان شاء الله. هنضلنا واقفين. ان شاء الله، شكرا لك. تكرم عينك. يعطيك العمر والصحة. اهلا وسهلا فيك. وشكرا. نركع. طبعا. الحمد لله بعدنا عم ناكل وبنشرب. اذا غليت الحبة ترخص الدهون؟ هي ما طلعت ما فهمتهاش. نحن نقول اذا غليت الحبة رخصت الدهون؟ لا طبعا لا، هيدا نحن من البقاع كمان. نحن من البقاع ورح نخبرك بعد ما نخلص، بعد ما نخلص حنقول لك من وين. وشكرا لك ويعطيك الف عافيه. رح اقول لك وشكرا. مشاهدينا شكرا لكم على متيسادة تعرف عني وعن زميلي محمد الشيخ. يلا رح نكمل معك المحادثة بعد البث المباشر. شكرا مشاهدينا على متابعتنا، كان معكم عبدالله بعلبكي وزميل محمد الشيخ.